كبار اللجنة على دراسة المشروع الاتفاقية من خلال المواد المنظورية تحتها التي جاءت سيارتها باللغة الفرنسية. الأمر الذي لم يستحسنه وجود أعضاء اللجنة الحاضرة نظرا لصعوبة الاطلاع عليها جيدا، إلا أنه بالرغم من ذلك تم دراستها من طرف اللجنة ومناقشتها نقاشا مكثفا أسفر عن تسجيل بعض الملاحظات بشأنها. تم رفعها على شكل توصيات إلى أنظار المجلس الجماعي وهي كالآتي: المطالبة بتصحيح بعض الأخطاء المطبعة الواردة في النص الاتفاقية، المادة 2، صحيح اسم مدينة المضيق وتعويضها بعمل مدينة، المادة 6، تبديل جماعة غير جماعة المضيق بجماعة مرتين الفقرة التي تنص على التزاماتها الأخيرة، المادة 9، تغيير اسم جماعة تكوان لجماعة مرتين. التأكيد على ضرورة ترجمة النصوص الاتفاقية الواردة على مجلس الجماعة باللغة الأجنبية إلى اللغة العربية باعتبار أن هذه الأخيرة هي اللغة الرسمية المعمول بها داخل الإدارة المغربية. حذف الفقرة الأخيرة من المادة 12-10 أو تعديلها والمتعلقة بإيقاف الخدمات المقدمة من طرف شركة أمانديس للجماعة في حالة تأخر هذه الأخيرة عن أداء الواجبات المتعلقة بها. تعديل المادة 16-10 والتي تنص على أنه في حالة عدم التوصل حل بين الطرفين فإن التحكيم في المسألة المختلف عليها يرفع إلى وزارة الداخلية. تعديل المادة 19-11 وذلك بإضافة عبارة في شخص السيد العامل إلى الفقرة التي تنص على تحكيم وزارة الداخلية في حالة وقوع مشاكل بين الطرفين. دعوة ممثل شركة أمانديس لحضور دورة مقبلة لتقديم الشروحات الكافية بخصوص موضوع الاتفاقية. تسمير مشروع الاتفاقية والوفاق الموافقة المبدئية عليه من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين. التأكيد على الالتزام بجودة الخدمات المقدمة من شركة أمانديس كما هو منصوص عليه في نص الاتفاقية، المتعلق أساسا بجودة المياه التي يتم معالجتها قبل استعمالها لسقي المساحات الخضراء. الموافقة على المساهمة المالية المخصصة. التنصيص على تحديد نسبة المؤشرات المتعلقة بجودة المياه المعالجة وذلك حسب ما جاء في جدول المتعلق بها والمشار إليه في الملحق رقم 1 المرفق بنص مشروع هذه الاتفاقية. المطالبة مرة ثانية باستغراق هذه الاتفاقية وجميع الاتفاقيات الواردة على الجماعة باللغة العربية بدل الأجنبية. وشكرا. وتحكم الرياضيون بالستاسيون دو تورزا هذيك الأخرية هذه الستاسيون اللي مهمة جدا لأنها صفحة 4 لأن كنهضرو حنا دابا على الغونفورسومون ليكسبونسيون مهضرناش على ستاسيون كلوروزاسيون. هذيك الستاسيون عندها دور كبير في التنقية ديال المياه وفي تحسين الجودة ديال المياه، يعني من بين الأمور اللي غادي يعني غادي تزيد الجودة ديال المياه هي الستاسيون، يعني ضروري يتم يعني في المصادقة التي باش يمكننا نقدروا نهضروا على جودة المياه. أنا حاليا كما قال الأخ سعد يعني سنوات الفارقة كانوا روائح منبعثة وهذا ضرب الموقف يعني الجهات المسؤولة لأن الصالون كانت ما كانتش مرياليزية في الصالون يعني ولكن مؤخرا تم المصادقة عليها. حيث تم الإشارة بداية الدراسة إلى أن الاتفاقية تم التداول بشأنها سابقا وقد تم إعادة دواجتها مجددا بطلب من وزارة الداخلية لأسباب شكلية، وبالتالي فإن اللجنة بعد دراسة لم ترى أي مانع من الموافقة عليها وذلك وفق التوصية الآتية: الموافقة على مشروع الملحق رقم 2 اتفاقية إحداث مجموع جماعات المتعلق بانضمام جماعة الخارزة وجماعة بن الشنق وجماعة زينات لمجموع جماعة ترابية بن البيض. بين المواسم الصيفية بين 15 شهر دابا هذا غادي يخلصوا دو تريد غنشوفوا داكشي. هذا هو الإشكال لأن كاين تسال دخول ما يمكنلهمش يخلصوا يعني دو تريد. كاين مسألة أخرى غير تمس من المجلس مهمة ولكن الإشكال كاين ما كاينش يتتبع. حنا كمجلس إذا هنا نتبعوا مثلا الأوائل مثلا واحد الجمعية للإعاقة وعاملين واحد الكارثة العظمى جميع المقاييس وحنا كل عام كنعطيهم 150,000 درهم كنزيدو لهم، بل ان اللي صحاب الاختصاص وسولوهم ما كاينش لي غابور، فلهذا انا كنطلب من الاستاذه يعطيونا هما يسلمونا كل عام كنزيدو لنا كنعملنا واحد لي غابور شنو كاين تكوين شنو كاين ما كاين شراكه مع المجلس اخوان المجلس يكون واحد كيتبع معاهم
واحد كل عام واحد تقريبا عارف شنو كاين اوائل عام 200,000 ولا 200,000 دواب 200,000 دواب دواب هذيك يعني كنقول شنو كاين ولكن خصو يعرف شنو كاين شنو كيوقع تما شي كارثي بجميع المقاييس فلهذا ماشي غير هادو يعني كلشي كل جمعيه وبحال قال محمد نفس الحق اللي عند تيزا يكون عند حق توازا يكون عند حق اسامه شكرا هي حاجه الجنس انا راه مكسب لا 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 لا